هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة وصفاتنا يعني شتوية، تاخدش وقت كبير في الطبخ، تعتبر مش دسمة بس أكلة. يعني النهاردة أكلة هنعمل. النهاردة أول مرة أستخدم القطعية دي، أو نعمل مع بعض. طبعا استخدمتها كتير في مايز شو، موز بالانجلش، الموز لامب شانك. هتلاقوا ليها وصفات كتير بتستخدم في الغرب، وهي من القطع اللي بتبقى بالذات من الضاني طرية جدا جدا جدا، وليها محبين وليها ناس ما بتحبهاش قوي، علشان بتبقى فيها ساعات دهون أو تبقاش متسوية كويس. والضاني ليه برضو محبين وليه ناس مش قوي. فالضاني عادة ليه ريحة كده شوية ممكن تكون تقيلة أو دسمة. النهاردة طبعا أول حاجة لما نجيب ضاني نكون متأكدين من مصدره والمرعى الجيد اللي بيقلل ريحة الزفارة. وتاني حاجة طرق الطهي، طريقة طبخ الضاني زي ما نحمره الأول، الإضافات اللي بنضيفها علشان يطلع طعمه حلو جدا واللحمة تدوب. الموز النهاردة هتبقى دايبة كده بتقع من على العظم، وهنعمل جنبها ماش بوتيتوز بس بطريقة جديدة. عملنا كتير مع بعض وصفات للبطاطس المهروسة، النهاردة هنجرب وصفة شفتها مؤخرا، هي سويدية. البطاطس بتتضرب مع بعض الإضافات الجديدة، يعني الزبدة موجودة بس هنضيف كذا حاجة، وبيتعمل لها توبينج كرانشي كده، وبتدخل الفرن شوية وبتتقدم جنب اللي هي الموز اللي هنعملها بصوص طعمه تحفة، طعمه من المرقة، طعمه مع شوية طماطم، كل الأعشاب والخضار اللي بتبقى موجودة في الصوص هتديله طعم. وبرضو علشان زفارة الضاني هنضيف حاجة كده، هي تريك، حاجة اسمها جرامالاتا أو جرامالات، بتضاف على وش الأكل بس هتعرفوا ليه بتضاف، علشان تكسر الدسمة. طيب هنعمل إيه في الحلويات؟ حاجة بسيطة جدا لأنه أكلنا دسم، هنعمل بارز بنشتريها عادة من السوبر ماركت ومن زمان موجودة، بتتعمل بالكوكونات وعليها تشوكلت، فيها ثلاث مكونات فقط وخطوتين، ثلاث مكونات وخطوتين. هنعمل أحلى جوز هند بالشوكولاتة البارز اللي انتوا عارفينها، أنا عارفة انتوا عرفتوها. يلا بينا على المطبخ، الأكل ابتدى خلاص قرب يستوي، ونبتدي الحلقة أوريكم أحلى موز الضاني بأحلى صوص. يلا هلو هلو، تعالوا النهاردة نعمل طبخة، هنعمل أكلة لمحبين اللحم وبالذات اللحم الضاني. تعالوا معايا هنا على الحلة، الحلة دي بقالها تقريبا دلوقتي ساعتين ونص، فهنفتح كده ونوطي الحرارة وناخد التونج. بصوا عايز أوريكم ازاي دايبه اللحمه، دايبه، شايفين فولينج اوف ذا بونز. دي طبعا موز ضاني، انا حاطه معاها اعشاب، ولسه فاضل نتقل الصوص. الصوص بتاعها بيبقى زي الجريفي، الجريفي الصوص البني التقيل، فهنبتدي كل الخطوات نعملها من الاول. وطبعا هي محتاجه لحد ما تستوي نعمل الصوص اللي بنضيف عليه الرول اللي هو الزبده مع الدقيق، هنعمله ليه اللي جهزت اللي بقت مستوية، وحنشيل منها شوية الأعشاب العيدان اللي فضلت زي دي كده، شايفين دي كانت روزماري، كل الأعشاب نزلت، فحنشيل العيدان قد ما نقدر علشان لما نحط الرو يبقى عندنا صوص بني. هي كلها تقريبا دابت، أتأكد بس أهو العيدان بتاعت الزعتر، شايفين كل الزعتر. تكلمنا عن المنكهات، ازاي الحاجة اللي فيها طعم شوية ممكن ما يبقاش مستساغ لينا، ازاي نضيع الريحة اللي ممكن تبقى تقيلة شوية وبتخلي بعض الولاد في البيت، لما يعني انا وانا صغيرة ما كنتش احب الضاني، فلما لما كبرت كنت حريصة وانا بتعلم ايه الطريقة اللي تخليني اعمل الضاني يعني مثلا ما نعمله مع البامية، نكهة الطشة والثوم والكزبرة، كل الحاجات دي بتغطي على الريحة الغير مستساغة. تعالوا نبتدي مع بعض، هنشيل الغطاء وهناخد اللحمة الضاني، نفتحها. اللحمة الضاني من اللحوم اللي عايزة وقت في السوى، اللحمة اهي. هنبتدي دلوقتي نحمرها. اول حاجة بتخلينا نقلل ريحة الزفارة هي تحمير، مش مجرد السلق.
تحمير اللحمة. حتى لو هنسلقها نحمرها الأول، عملنا سلق اللحمة كتير مع بعض، وقلنا إنه طريقة التحمير دي بتقلل الزفارة والرغاوي اللي بتطلع. هضيف مع زيت الزيتون شوية زبدة، وهنبتدي نضيف نكهات زي ما قلنا، النكهات اللي بتغطي على الروائح اللي مش مستساغة. هناخد روزماري، وأنا بضيفه بمرحلتين، بضيفه في الأول هو والزعتر، وبضيفه في النص علشان يديني فليفر في النص. فهضيف الروزماري، نضيفه على الزيت مش على السوائل علشان ترجع له الريحة الحلوة. بصوا ريحته على طول هو والزعتر ظهرت أول ما حطيناهم في الزيت والزبدة. دلوقتي هنحمر القطع، هعلي على أعلى حرارة، هدوس هنا وأعلي على أعلى حرارة، وناخد الموز ونحمرها. مش هنضيف لها في الأول ملح علشان ما ننزلش المية منها، لأن المية هتقلل نسبة التحمير. سوري، الملح لما نحطه المية لما تنزل منه هتقلل حرارة الزيت ونسبة التحمير، فهنبتدي إنها تاخد لون حلو. هنضيف إيه مع الأكلة الشتوية دي علشان تبقى وجبة متكاملة وشهية؟ تعالوا، أنا عايزة أعمل حاجة. العين دي هي عين أقوى لأنها أكبر، ودي خلاص إحنا عايزينها بس تفضل سخنة. هنقل الموز هنا وعلي الحرارة بزرار واحد، وأوسع عين البوتاجاز. ميزة من ميز بوتاجازات بيكو إنه لو عايزين حرارة أوسع وأعلى بسرعة، بصوا على طول ابتدى الصوت هنا يعلى، وهنا هقلل الحرارة إنه هي استوت، عايزينها تفضل سخنة علشان نحط عليها الرو. هنضيف عليها المطيبات ايه؟ عندي طبعا اول حاجات المطيبات عندنا البصل. البصل هنعمله قطع كبيرة علشان يدينا الطعم الحلو، ويفضل لما نيجي زي ما تشوفوا هنغرفه في قطع بصل كنوع من انواع الخضار مش بس مطيبات. فهنحط بصل، ممكن الاحمر زي ما انتم شايفين او الابيض. وهنقطعه قطع كبيرة، يعني دي بس هنقطعها كده، وطبعا طبعا بصل، لما نقول بصل هنضيف توم. أنا عندي هنا التوم صحيح، وممكن كمان زي ما عملنا بترلي الخضار نحط راس توم كامل، فهنضيفه وهو بيتقلب كده يتحمروا برضو كم فص توم. وهنضيف البصل، بس تعالوا نقلب الاول قبل ما نضيف البصل نشوف اللون. ابتدت تاخد لون، طبعا عايزين اللون يبقى اقوى من كده، عايزاها تاخد لون كانها مستويه من بره شكلها. ودايما بيقولوا اطيب اللحم ما جاور العظم، يعني يمكن واحنا صغيرين كنا دايما نحب كباب الحله والحاجات بس اللي ما فيش فيها اي دهون، بس لما كبرت عرفت انه لا، الربس، الريش، الموز هي من الحاجات المختلفه تماما، وانسجتها مختلفه وطعمها يجنن. هناخد البصل هضيفه هنا، خليه يتحمر مع اللحمه وهي بتتحمر. راس الثوم ده هسيبه لبعدين، ممكن نحطه مع السوائل مفيش داعي انه نقلبه. ممكن نعمل الرو وهي بتتحمر للوصفه دي، فاحنا ممكن نحط الحله دي هنا ونروح على نجيب طاسه. لو حطينا الدقيق من الاول هيحصل ايه؟ مش هتعرف تستوي كويس في الصوص، لانه احنا محتاجين انه تبقى الليكويدز او السوائل اللي مع الموز سايله مش ماسكه نفسها او مربوطه زي ما هيحصل لما نحط الدقيق. فبنعمل الرو بدل ما نحط الدقيق ناي وما يديش طعم، هنسوي الدقيق في الزبده في طاسه، وبعدين نضيف شويه من المرقه ونرجع كل الخليط هنا. فهحط زبده، كميه متساويه تقريبا من الزبده عليها دقيق. صوت التحمير حلو جدا، وارشح لكم دايما تستخدموا الحلل
اللي تخينه من تحت، يعني ايه بيسموها هافي بوتوم بوتس، حتى هتلاقوها بالوصفات الانجليزيه مكتوب لكم هافي بوتوم، لانه الحراره لما تعلى في طبقه تخينه بتفضل اعلى لفتره طويله. هناخد الدقيق، سيح الزبده، هناخد لو دول مثلا 3 معالق زبده، عندنا 3 معالق دقيق، مش عايزينها صوص تقيله قوي قوي، عايزين نديها بس كده قوام حلو. وهو ده الرو، نجيب معلقه خشب، هو ده الرو اساس البشاميل واساس لصوصات كتير. على فكره ممكن يتعمل بزيت الزيتون كمان، عملناه في الانشيلادز وصفه المكسيكيه، وعملنا رو لصوص الطماطم مع بهارات كتير، مش لازم الرو يبقى للالبان بس وللبشاميل، هي المهم مش بس يسيحوا، يبتدوا يدوا لون وريحه التحميص عشان ما تبقاش طعم الدقيق لسه ني جوه الصوص. خليه يتقل ونبص على اللحمه قبل ما نطلع فاصل. الله، ابتدت تاخد لون يجنن، هو ده اللون اللي احنا عايزينه من كل الجهات. والاعشاب عليها، والبصل برده ابتدى يتحمر وبالتالي يتكرمل ويدي طعم، لو ما اتحمرش مش هيدينا عمق الطعم اللي احنا عايزينه. طيب احنا وقت يا جماعه صح؟ طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع يكون الرو هسيبه على جنب عشان نعمل الخطوه دي مع بعض، وتكون اللحمه اتحمرت كما يجب، ونكمل كل الخطوات. وصفه سهله جدا، استنونا بعد الفاصل. شوفوا لون الرو بقى عامل ازاي، لونه متحمص، الدقيق اتحمص واستوى. هناخد دلوقتي من الشوربه دي على الرو، بس بنعمل كده بنتقلها، بناخد شويه تاني، وبعدين بناخد الرو كله فوق الصوص وهي لسه على النار في اخر مرحله. انا عندي اللحمه قاعده بتتحمر بشكل رهيب، بصوا الصوص بيتقل بسرعه، اشيل دي بس. اتاكد بس ان كل السوائل خدت من الرو، نقلبه. شايفين الصوص تقل على طول ازاي؟ وممكن تتحكموا بدرجة سمك الصوص دي، بترجع لكم، بس هي حلوة جدا تبقى جريفي كده زي ما انتوا شايفين جنب البطاطس اللي هنعملها بعد ما نخلص على طول. طيب تعالوا نبص على اللحمة، وبعد شوية نغرف دي واللي جهزت، وكمان نعمل لها الجرمالاتا اللي بتتحط على الوش. تعالوا نقلب اللحمة، خدت لون يجنن، هو ده اللون. خليني اشوف بس دي، البصل اللي تحت لونها رائع، لونها يجنن. بصلة دي كانت تحت حمرت شوية زيادة، هنشيلها. ممكن في المرحلة دي نشيل الزعتر اللي استخدمناه في الأول، لأني حطيت شوية جداد اللي نكه الزيت، أنا حاطة لسه جداد. وهنحط باقي الخضار، الخضار اللي عندنا الباقية، عندنا جزر، الخضار اللي بتستحمل السوى لفترة طويلة فهنقطعها قطع كبيرة. هناخد الجزر وهناخد البطاطس، برضو البطاطس يا دوبك نقطعها كده قطع كبيرة. أكتر حاجة محبوبة بتبقى في الصوصات دي البطاطس. نحط في النار خالص على الحلة، وهنضيف كمان، خليني أقلل الحرارة عشان ما تحمرش أكتر، هنضيف كمان الكرفس. الكرفس من المطيبات الرائعة، بس هنضيف الكرفس اللي هو الستكس العيدان ده، بيسموه كرفس فرنساوي. فبناخد قطع كبيرة كده ومنضيفه كده، بصل وثوم وكرفس وجزر
مطيبات معروف انها شهية جدا. نقلبهم كلهم، ياخدوا بس كده تشويحة في الزيت قبل ما نحط باقي المكونات. حطينا الكرفس والجزر. عايزة احط لكم النهاردة حاجة انا بحبها جدا ما بلاقيهاش دايما بس هي بقت متوفرة، ده الموسم بتاعها، الشمر. احنا عادة بنستخدم بذور الشمر، هو ده الشمر الطازة. بصوا شكله رائع جدا، طعمه شوية بيسموه ستار انيسي، من اليانسون سنة. اوكي، فيه نكهة اليانسون، ورقه شوية شبه الشبت. هنقطع الشمر ونحطه معاهم مع انه متوفر وفي الموسم بتاعه، مفيد جدا 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 للمعدة. معروف الشمر بيتغلي ويتشرب عشان المعدة. هنقلب، البصل اتحمر واتكرمل، فاضل ايه؟ خضار نضيفها. انا بفكر اضيف القرع، بس القرع مش هضيفه دلوقتي، القرع بيدوب وهو برضو متوفر دلوقتي، بنضيفه في مرحلة لقدام. هنضيف دلوقتي السوائل، هنحط كم ورقة لورة بس، وهنضيف المية اللي هتاخد كل نكهات التحمير والأعشاب. بصوا على طول المية خدت لون، شايفين؟ بسبب التحمير اللي عملناه. هنضيف ايه على المية؟ هنضيف مكعبين من مرقة الدجاج من ماجي، هيدوا ريتشنس للصوص غير عادية، لأنه بهاراتهم مظبوطة، ملحهم مظبوط. فهاخد مكعبين واحطهم على طول بعد ما اضيف المية. وقلت لكم ممكن نضيف الأعشاب بالمرحلة تانية، هي دي المرحلة التانية اللي ممكن نضيف فيها بعض الأعشاب الطازة. تعالوا ناخد روزماري وزعتر. أنا بعشق استخدام المطيبات اللي في الطبيعة، اللي زرعها كمان سهل. الروزماري أهو والزعتر، هنضيفهم في المرحلة دي كمان. طيب الصوص طالع لونه كده ليه؟ لأنه الصوص اتضاف له طماطم. عندنا هنا عصير طماطم، هي مش صوص طماطم بس طماطم بتديها لون ونكهة وأسيدتي. فهنحط تقريبا كوباية عصير طماطم، وهنحط طبعا فلفل أسود، بحب الفلفل الأسود المطحون طازة. تعالوا نقلب وندوق. هضيف حاجة دلوقتي، لأنه الأكلة دي تقريبا بيعملوها كتير في أوروبا وفي الغرب، وبيضيفوا عادة للصوصات دي واين وحاجات إحنا ما بنستخدمهاش. طبعا هم بيستخدموها في الأكل بحرية، إحنا محتاجين هي بتعمل إيه جوه الأكل، التيست بتاعها، الهدف بتاعها. اللي بنستعيد عنه هو خل البلزمك. خل البلزمك هو خل من العنب، بيدينا النكهة الحمضية الأسيدتي. كل حاجة هنا دسمة، فندي حاجة حمضية، فحنضيف مثلا ربع كوباية خل بلزمك، هتدي طعم حلو وتظبط. احنا عندنا دسامة وعندنا خضار وملح، ومفيش أي نكهات قوية جدا ظاهرة غير الأعشاب. فهنا خل البلزمك لما يدخل هيعمل التوازن ويدينا اللون البني اللي احنا عايزينه. تعالوا نغرف مع بعض اللي احنا حضرناها. هنغرف مع بعض، محتاجة المقصوصة الأول. نجيب الطبق ده جنبنا، هنطلع الموز وأي عيدان هنلاقيها ما طلعناهاش في الأول هنطلعها. جريفي رائع، بتحبوا يبقى أخف؟ ممكن جدا يبقى أخف، ترجع لكم كمية الرو اللي تضيفوها. خلوني أحطهم كده، ثواني أمسح إيدي بس، سوري. وناخد الخضار، شايفين البصل إزاي دايب والجزر، بس لو قطعناهم أصغر هيدوبوا خالص. فالحجم ده مع تقريبا هتاخد من المرحلة دي، احنا لازم نحطها تغلي، هتاخد من المرحلة دي ساعتين. هي الموز تحتاج وقت، تاخد تقريبا ساعتين ساعتين ونص. اول ما تغلي ممكن نقلل الحرارة شوية ونسيبها، نغطيها طبعا
واللي فاضل في الحلة ده هو الجريفي. خلوني أجيب منديل ونعمل مع بعض سريعاً. قلت لكم التوبينج اللي بتضاف على الوش وبيقلل برضو الدسمة. أؤكد لكم أنه ما فيش ريحة ضاني خالص في الاستوديو. فين الأهم؟ هناخد شوية من الصوص. خلونا نحط دي هنا وناخد شوية من الصوص ونعمل سريعاً في أقل من دقيقة الإضافة اللي قلت لكم بتفرق قوي على الوش. عندي بقدونس مفروم وعندي ثوم مفروم ناعم مش مهروس وعندي بشر ليمون وبيبقى بشر الليمون واضح فيها. وبنحط ملح وبنقلب الخليط ده اللي ريحته تجنن، ليمون وبقدونس وثوم، حاجه كده فيري زستي منعشه، هتكسر دسامه الطبق ومش هتبقى بس جارنش، هي فليفر، هي طعم. تحسوا كده فكره الطشه بتاعتنا بس مش متسويه، دي حاجه بتضاف عاده على الاكلات الدسمه في المطبخ الايطالي بالذات. هنا شويه وبكده ممكن نحط الصوص دي في طبق جنبها. و خليني اغسل ايدي عشان نطلع الفاصل ونرجع نعمل مع بعض، تكون ابتدت تغلي اللي احنا حضرناها جديد ونغطيها ونعمل مع بعض البطاطس اللي هتتقدم جنبها. والجريفي ده كمان ممكن نحطه في طبق جنب الطبق الرئيسي علشان اللي حابب يزود. يلا هروق المطبخ، اغسل ايدي ونرجع نعمل البطاطس. بالفاصل روقت المطبخ وهنطلع حالا البطاطس اللي فيها سنه ابتكار جديد. لما بنعمل وصفات بصراحه في البطاطس دايما بعمل لكم ماش بوتيتوز، بحب اوريكم واتعلم معاكم حاجه جديده، فتلاقوني بدور على وصفه يبقى فيها تيست جديد. والبطاطس طبعا رفيقتها الزبده فهتفضل موجوده، بس هنضيف بعض الاضافات الشهيه. هنغطي هنا الحله وهنسيبهم، انا حطاهم كده على درجه حراره متوسطه، يعني ده حرارته بتوصل ل 20، احنا حاطينه على تقريبا 11. هيقعد ساعتين ونص لحد، بصوا لحد ما اللحمه تقع من على العظم، هو ده الصح. تعالوا نروح على الفرن نطلع البطاطس. الجريفي ده الصوص اللي احنا عملناه محتاج جنبه حاجه يعني تبقى كارير تستوعب الطعم الحلو ده، نكهات بسيطه محايده. ممكن يتاكل جنب الرز بس بحس جنبه البطاطس احلى، هو فيه جوه بطاطس ممكن يبقى جنبه سلطه لو احنا مش عايزين نشويات كتير. هنعملها حالا مع بعض، بس خلوني اقول لكم هي بتتقدم مع ايه. بتتقدم على وشها تشايفز، عاده التشايفز اللي هو الثوم المعمر، ده ترجمته للعربي. التشايفز حاجه ما بين ورقيات كده زي البصل الاخضر رفيعه ما بين البصل والثوم، ما بنلاقيهوش دايما برغم انه موجود في مصر، فبنستبدله لما يبقى فيه تشايفز بالبصل الاخضر اللي برده زي ما عملنا على الجرامالاتا بتدينا نكهه منعشه. واحنا هنحط برده ما كانش موجود في الوصفه ثوم بودره، هنضيف على الكراست اللي فوق دي ثوم بودره ونحاول نعوض، هي وصفه تقليديه سويديه فنحاول نعوض التشايفز، غياب التشايفز عن الوصفه بنكهه البصل الاخضر والثوم اللي هنضيفه على الكراست اللي فوق. هنحطها هنا ودي اللي هتتقدم جنب الموز. واحنا حطينا هنا الجريفي اللي عملناه، تعالوا نعمل مع بعض الوصفه دي. وصفه سهله جدا، هناخد البطاطس ونسيح زبده. لو البطاطس سخنه لسه سلقينها ممكن تحطوا كيوبس الزبده عليها والحراره نفسها هتسيحها. بس انا عشان احضر لكم دي سلقت الكميه مع بعض، فهسيح الزبده. تقلقوش هنعمل وقف وخفف تقريبا مره كل شهر، لا تقلقوا. احنا لما نعمل الاكل نعملها على اصولها، بعدين نقول هي دي اصولها وتعالوا نعمل حاجه طعمها شبهها بس اقل دسم ودهون. يعني ممكن ساعتها نشوي الموز دي مثلا
نسويها بالفرن بصينية معاها خضار وسوائل ونقلل الدهون يعني، بس برضو نحمرها الأول. لا غنى عن التحمير لأنه بتطلع زي المسلوقة، والسلق من الحاجات حتى بالفراخ أنه نغطيها بالفرن مش روستينج بتطلع ريحة الزفارة دي. ناس كتير كانوا بيبعتولي ويسألوني أنا ليه بعمل صينية البطاطس تطلع ريحتها زفرة، بقول لهم لأنه بتغطوا بتحطوا الفراخ نية، يا إما تحمروها بعدين تغطوها وتحطوها في الصينية، يا إما ما تغطوش الصينية وزودوا السوائل. هناخد دلوقتي الزبدة هنضيفها على البطاطس. تعرفين الأكلات الإسكندنافية بيحتاجوا، لأنهم برد جدا بيحتاجوا سعرات حرارية عالية. هنعمل إيه؟ هنضيف عليها أوكي، هنضيف ساور كريم، الكريمة الحامضية موجودة في السوبر ماركت. هنضيف، هي قوامها بيبقى خفيف، ها هنضيف الكريمة الحامضية اسمها ساور كريم، بتبقى قريبة من اللبنة. اللي ما عندوش ساور كريم ممكن ياخد لبنة كريمي ويضيف عليها شوية زبادي وتقرب لها. هنضيف عليها دي جبنة كريمي السبريد العادي جدا، وهنضيف عليها رشة الملح، وحب أضيف ودي إضافة من عندي، بحب جدا نكهة البابريكا مع الماش بوتيتوز دي التقليدية الهنجرية المجرية، دايما بيستخدموا زبده وبابريكا مع الخلطه دي. هنخلطها بالهاند بلندر، ثانيه واحده نحطها كده عشان بس نخلط كل الخليط ده. انا عارفه اني بقول لكم دايما ما تخلطوهاش لانه بتطلع مشي، هي هنا مفروض تبقى كده شكلها سايل. نخلطها كلها، وممكن تضيفي فيها شوية تشانكس. ممكن نضيف عليها شوية الزبدة اللي فاضلين هنا. تعالوا دلوقتي شايفين هي فيها شوية تشانكس اللي هي قطع كبيرة والثلاث ارباعها مهروسة. هناخد صينية وندهنها بقطعة زبدة صغيرة كده، طبعا الفرن على درجة حرارة 180 مش هتاخد ربع ساعة تلت ساعة بالفرن. وهناخد الخليط ده نحطه هنا، فكرت النهاردة أضيف لها بيضة تبقى شوية زي السوفليه، بس قلت خلينا نخليها كده بسيطة من غير إضافات كتير. حطينا بس مع الزبدة الساور كريم والجبنة الكريمي، وهنضيف، وممكن تخلوها قوامها كمان أنعم من كده زي ما بتحبوا، تشانكي أو سموث يرجع لكم. طيب هنضيف عليها إيه؟ هنعمل التوبينج اللي انتوا شايفين الطبقة المقرمشة اللي على الوش. عندنا هنا البقسماط ومحتاجين نسيح له شوية زبدة، فهحط شوية زبدة على النار سريعا، وهناخد البقسماط نحط عليه شوية جبنة بارميجان، ونحط كمان معاه جارليك باودر، توم بودرة بس يبقى محبب يفضل، بيدي كده هو كل الوصف يعني كل التكستشر اللي هنحطه على الوجه جرانوليتد محبب، فهتطلع حلوة جدا. تعالوا ناخد شوية الزبدة دول، ممكن تتعمل برضو بزيت الزيتون التوبينج اللي على الوش، وممكن تحط لها، كنت عاملاها قبل كده في وصفة مكرونة يتحط لها بقدونس أو بصل أخضر، بس بحب زي ما انتوا شفتوا لما تطلع تاخد البصل الأخضر. هنحط الزبدة ودي التوبينج اللي هنحطها على الوش، نقلبها كويس، خلي الزبده بس تغطي كل البقسماط. وعلى فكره لو في بانكو اللي بيستخدموا بقسماط البانكو استخدمناه كتير اللي هو الجابانيز بريد كرمز، ممكن يستخدموه بيطلع حلو قوي قرمشته حلوه، بس ده البقسماط العادي اللي موجود في كل بيت. قلب كويس، في شويه زبده برده مش هنضيع لانه يعني في شويه بقسماط محتاجين ياخدوا زبده.
هنحطهم كده. شايفين شكلها بسيط وحلو ازاي؟ تغيير عن مجرد انها ماش بوتيتو، وبتدخل الفرن. هندخلها الفرن على درجة حرارة، دي هتتحول، دي هتتحول لدي، درجة حرارة 180، الحرارة من تحت زي ما بتقول 15 دقيقة، شوية تحمير من فوق وتبقى جاهزة. تيجوا نغرف، تسمحوا لي يا كنترول نغرف سريعا 30 ثانية اغرف. تعالوا نغرف من البطاطس، سوبر هشة. اوكي ادي البطاطس، خليني اشيل الاطباق دي، وناخد برضو مغرفة علشان نغرف من الموز اللي عملناها. ناخد قطع كده نقدمهم، ناخد دي، استنى خليها تبقى اكبر عشان تبقى شايفين falling of the bones، اللحمة طرية جدا وبتقع من على العظم. ناخد شوية خضار هنا، دايما البرزنتيشن يكون برضو لذيذ، وممكن ناخد شوية من الجريفي ونحطها على الموز. واخر حاجة هاخد شوية من الجرمالات اللي احنا حضرناها وفضل منها عندي شوية، وتبقى دي الجارنش الحلو اللي هيديني طعم حلو مش بس شكل حلو. بشوكة صغيرة علشان كنترول، وقولولي الوقت الوقت، عايزة اوريكم بس ازاي الطبق ده دايب. بصوا اللحمة، عايزة اوريكم اللحمة، اللحمة بتطلع بالشوكة دايبة. اشك انكم ممكن تعرفوا انها ضاني. طبق يجنن، عايزاكم تجربوه. ويلا نطلع فاصل ونرجع نعمل حلويات بسيطة وسهلة. النهاردة تفاصيلنا كانت شوية كتيرة بس علشان تكنيك الطبخ. فطبق ده هدية مني لكل حد بيحب الضاني، وكمان ما بيحبوش الضاني لأنه زفر أو طعمه قوي شوية، جربوها هيغير رأيكم. يلا بعد الفاصل مستنياكم. الثلاث مكونات اللي عندنا علشان نعمل الحلو البسيط بتاع النهارده هي الشوكولاته غامقه خام، اتكلمنا عنها في وصفات كتير قبل كده، وكانت اللي ضفناها على الكينوا بارز، وضفناها على حلويات الفول السوداني. هنحط الشوكولاته الغامقه في حله مفروض على البخار على النار. في ناس كتير ما عندهاش الحلل الكبيره، او سوري البولات الكبيره، الازاز الغير قابله او قابله ان تتعرض للحراره، سيف يعني امان. فممكن لو عندكم ميجرين كاب من النوع اللي بيتعرض للحراره تحطوه في طاسه وتحطوا دي في النص وتقلبوها. انا عارفه انه البان ماري مفروض البخار ما يلمسش الميه قوي، بس مش في الشوكولاته غالبا، ممكن في الحاجات اللي فيها بيض وكده، فدي حل سريع. شايفين انقذ الموقف لما يبقى ما عندناش حله على مقاس البولس اللي هي ممكن نعرضها للحراره. فدي شوكولاته خام اهي ساحت. عندنا المكون الثاني جوز الهند. جوز هند تشتريه من المحلات المكسرات ومن عند العطارين. وعندنا لبن مكثف محلى كوندنس ميلك. على فكرة عندي وصفة حلوة جدا عملتها أول فترة الكورونا لما كناش بننزل خالص، يعني بقالنا كده تقريبا داخلين الشهر الجاي نبقى الفترة دي بالظبط، اللي هي ابتدينا نقلق ننزل السوبر ماركت، وساعات كتير في وصفات محتاجين عايزين ناكل بقى قاعدين في البيت. عملت وصفة ليها حلوة هنعملها إن شاء الله، ممكن نعملها الأسبوع الجاي مع بعض، بس ده من السوبر ماركت. تيجوا نطلع اللي عملناه من التلاجة وأوريه لكم علشان كالعادة تشوفوا النتيجة النهائية وتتحمسوا. نطلعه حالا، وهو ده البار اللي انتوا عارفين نشتريه من السوبر ماركت من زمان قوي، من وانا اول ما انا صغيره كان موجود، ومامتي بتحبه قوي قوي قوي، مفضل عندها الشوكولاته وجوز الهند. وبيجوا بيبقوا ايه؟
في علبه مع بعض في كيس يعني الباكينج اثنين مع بعض. تيجوا نعمل لهم باكينج كده ظريف، انا حاطه الورق فين اهو، ممكن نعمل لهم باكينج ظريف برضو انه نحطهم مثلا في ورقه ونلفها عشان نحس باحساس الحلويات، ونلفها كده ونبقى عملنا في البيت. ممكن حتى الورق يبقى عليه رسومات، عليه اشكال، ممكن حتى نكتب عليها كده لو احنا مثلا ودينا لحد بنحبه، بنديها لولادنا للمدرسه، نكتب لهم نوت على الورقه. تعالوا نحضرهم. زي ما انتم شايفين قدامي هي دي هو ده الخليط اللي احنا هنغطسه في الشوكولاته. تيجوا نشوف نعمله ازاي وبعدين نغطسه بالشوكولاته. هبعده بس شويه. هناخد ميكسينج بول اهي، انا شلتها هنا، ونحط فيها الكوكونات. تقريبا الوصفه الاساسيه كوبايتين جوز الهند لكوبايه لبن مكثف محلى. هبتدي انا ما اضيفش كل الكوبايتين، او هي 1 تو 2، 1 ل 2 جوز الهند اكتر من او ضعف اللبن المكثف المحلى. هبتدي اضيف اللبن المكثف المحلى واخلط، وبرده مش هضيفه كله، اتاكد بس انه هتوصل لمرحلة انها تتشكل معايا على شكل بارز. نقلبها كويس. لا هي شكلها لسه محتاجة باقي الكمية. احنا دلوقتي كمان لايف، مش بس على الهوا، لايف على الفيسبوك وعلى الانستجرام على صفحات القاهرة والناس. برحب بكل اللي معانا على السوشيال ميديا، وبقول لهم كل اسئلتكم ودردشتنا كالعادة هتبقى بعد الهوا. أول ما نخلص الهوا بنكمل دردشة وأسئلة عن الوصفات الحلقة وأي وصفات تانية بعد الهوا. هنقلب، شايفين ابتدى يتشكل على شكل، ممكن يعني نشكله زي ما شفتوا صوابع كده. أنا شكلته بالشكل ده علشان هو الشكل التقليدي اللي متعودين عليه. وهي على فكرة أكلة يعني مش عالمية، بمعنى أنا مرة أكلتها من، عارفين الجزر اللي مشهورة فيها جوز الهند مثلا في المالديفز، عندهم جوز هند كتير، وبيستخدموا طبعا ما بيحطوش لبن مكثف محلى، بيستخدموا سكر جوز الهند، وما بيحطوش شوكولاتة كمان. الباونتي عندهم عبارة عن بيبشروا جوز الهند الطازة وبيتحط له سكر جوز الهند، وبيتحط بورق زي ورق الموز بيتلف، وهو ده الحلوى التقليدية الأصلية جت منها. خلاص انا كده حاسه اني مش محتاجه اضيف باقي جوز الهند. تعالوا نعرف هنحتاجه ولا لا بانه نشكله. الميه بتخلي الشوكولاته تفضل سايله علشان نغطس فيها جوز الهند مع الكوندنس ميلك بعد ما نحطه في الثلاجه. بالمرحله دي طري جدا، حتى لو شكلناه هيفك مننا اول ما نحطه في الشوكولاته اللي هي سخنه دافيه. فهنشكله ونحطه في الثلاجه، نسيبه يتماسك. ولو مستعجلين انا الصبح حطيته شويه بالفريزر اهو، شايفين خلاص قوامه مش محتاج. فبناخد القطع كده بايدينا، الشكل اللي انتوا بتحبوه، تحبوا تعملوا على شكل كور، هو ده الشكل التقليدي. وخلوني اجيب الصينيه دي نقربها جنبنا هنا، ونحط، خلينا ناخد الشوكولاته ننقلها هنا الجاهزه، هنفتح حالا واحده مع بعض ونشوف شكلها. طعمها رائع، يعني بسيطه وطعمها يجنن. وبنحطها في صينيه او طبق، ويدخلوا زي ما قلت لكم يتجمدوا، يعني يتماسكوا شويه مش هيتجمدوا، يا اما شويه بالفريزر يا اما فتره اطول في الثلاجه. ودي من الحاجات الظريفه ممكن الولاد يساعدوكم ويتعلموا ازاي بتتعمل، لانها سهله جدا. طيب خلاص حطيناها بالثلاجه، وعندنا احنا اللي حضرناهم قبل كده ومتماسكين. هنشوف ازاي هنغطسهم بالشوكولاته في كذا طريقه. هنقرب دي هنا. انا بصراحه استخدمت الصبح التونج. في طريقه تانية اوكي، بيحطوا فيها الكوكونات كده بالستيك وبيغطسوه بالشوكولاته، بس انا ما بحبش الطريقه دي لانه بحس انه الستيك لما ندخلها بتكسر الكوكونات اللي حضرناه. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنغطسها كده. وفي طريقه تانية كمان بيحطوها على شبكه وبيدلقوا عليها الشوكولاته، بس بحس برضو انها ما بتتغطاش من الطبقه اللي تحت. هي دي كده. تعالوا نجرب طريقتي انا.
اللي انا برتاح بيها والبسيطه. هنمسك المرقات وناخد الشوكولاته كده ونغطسها، ايه رايكم؟ مش اسهل حاجه؟ اهو نزل الاكسس شوكليت الزياده وناخد دي تاني ونعمل كده. انا اسهل طريقه، لما حطيت الستيك اتكسرت من جوه، لانه احنا مش حاطين غير لبن مكثف محلى، ما فيش حاجه تانية ربطاها من جوه، يعني لما ناكلها هي هشه طريه. شيل دي. معانا وقت قد ايه؟ معانا دقيقه. خلاص كده الطريقه وصلت، طريقه سوبر سهله. خلطنا كل المكونات اللي هم لبن مكثف محلى وجوز الهند، حطينا شكلناهم، دخلناهم فريزر او ثلاجه، هبعد دي بس عن الحراره. شكلناهم، اول ما خرجوا متماسكين شويه حطيناهم جوه الشوكولاته. اي شوكولاته زياده بتنزل اول ما تجمد بعد ما تدخلوها الثلاجه، دخلوها الثلاجه شويه بالسكينه كده، ممكن تشيلوا الاطراف. تعالوا نعمل واحده ثانيه زي البونبونايه وندوق واحده، بنلفها، امسح ايدي، بنلفها كده. وفي ورق بيبقى لونه ذهبي، وفي اوراق حلوه في محلات الحلويات كتير للافكار دي. فاحنا كده عملنا الشوكليت بالكوكونات بتاعتنا، تعالوا ندوقها مع بعض. نجيب بس عشان اقطعها لكم كويس. ترارارا، كلكم عرفتوها طعمها. بقولوا لما تبقى الحاجه هي هي كوبي كات، هي هي نفس طعمها بالظبط، وانتوا عاملينها فيها مكون دايما بقول لكم عليه معموله بحب وفيها شعور النجاح. احنا جربنا حاجه عاده بنشتريها جاهزه عملناها احنا في البيت. يا رب تعجبكم وصفه او طريقه او التريكس اللي اتعلمنا فيها نسوي الموز الضاني او اللحم الضاني في البيت. البطاطس تجنن، شوكولاته بجوز الهند طعمها رائع. مكملين دلوقتي لايف على الفيسبوك وعلى الانستجرام، واقول لكم باي واشوفكم بكره. باي.